دينا حتطلعي على المسرح ومن قلبك حتقولي لجمهورك جملة فيها المورال، فيها الخلاصة، فيها أمنية، فيها طلب، فيها أي حاجة أنت حساها منك للجمهور على طول على المسرح. عايزة أقول لكم من تجربتي في الحياة، حبوا نفسكم. لو كل واحد حب نفسه هيعرف يحب كل اللي حواليه وهيشوف الدنيا حلوة قوي ومش هيأثر فيه ولا حاجة. يمكن دي خبرة جات لي بعد سنين عمر طويلة، إنما يمكن في الأول كنت لأ بتضايق ولأ بنزعج ولأ ما بصدقش الناس ولأ ما بتوتر، كل ده بيروح لما الواحد يبقى صافي وبيحب، يحب نفسه، يحب يبقى عايش في سعادة ورضا وهنا. أتمنى لكم كلكم تبقوا عايشين زي ما أنا عايشة، صريحة قدام نفسي وبحبها، وبقول إن أنا بحب الرأس ومقتنعة بيه فبعمله مش قلقانة، وبحب التمثيل ومقتنعة بيه فبعمله وأنا مش قلقانة ومش عاملة حساب لأي حاجة أكتر من إني ما ضرش حد وأبقى أنا مبسوطة. شكراً لكم.